انتشار كبير تعرفه ظاهرة جمع القارورات البلاستيكية بطريقة عشوائية من قبل شباب يقومون بفرز النفايات في الطرقات وتركها مبعثرة في كل مكان، ما دفع بالسلطات الولائية في وهران إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه السلوكيات. هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات يقومون بهذه العملية بطريقة فوضوية، وفي غالبية الأحيان يعني يقول بتفريغ كل النفايات في الشوارع المختلفة، مما يشوه ويصعب يشوه المنظر الحضري على مستوى المدينة، خاصة في وهران بالذات، وكذلك يصعب من العملية نتاع جمع النفايات، خاصة النفايات المنزلية. فلا يعقل أبدا مثل هكذا تصرفات، إضافة إلى أن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال هذه فهم ناس لا يملكون التراخيص يعني القانونية من أجل مزاولة هذا العمل هذا. فهذا العمل هذا يجرى بطريقة يعني بطريقة غير قانونية، وعليه يعني ارتأينا أن نتخذ مثل هكذا إجراء من أجل ضبط الأمور. كان يصعب على عمال النظافة رفع النفايات، حيث أن هذا الأشخاص الذين يقومون بالفرز العشوائي يبعثرون النفايات على الأرض، وبعض الحالات يكسرون حاويات رفع النفايات، وهناك بعضهم ولا نعمم يسرقون الحاويات. قرار المنع هذا قابله ترحيب كبير من جمعيات حماية البيئة وعمال النظافة أيضا، الذين أكدوا أن هذه السلوكيات أرهقتهم. راهم يفرزوا مقاضي كيما نقولوا حنا بالدارجة نقولوا شرانطية، هادو رانا معاهم صعوبات غبينة. بصح هي واش غادي نقول لك، هما مساكين هاني حوسوا كاش ما يلقط قوته. مشكل تاع النفايات رامي اللي يدوروا يلقطوا الحديد ويلقطوا البلاستيك وكل شيء، رامي يقيسوا لنا النفايات ويضيعوا لنا النفايات ويديروا لنا المشاكل بزاف وكل شيء. حنا اللي رانا مخبونين، راك فاهمني خويا، ترميت هذا زعما في الطريق لقوا بوارس يزيدك الخدمه، نهودوا في الارض نقعدوا نطاطين بالكرتون نجبدوا نغبنوا مظهورتنا، المشتري داخله ما كان لي كابيش ولي تلاقى علينا، كاين بزاف صوالح زعما الصعوبات نتلاقوهم. بيخدم يعني دون لو دومان دو لا ريكيبيراسيون جو بونس كو يا با دو بروبليم، احنا نسهر ونمد كل المساعدات والتسهيلات الى اولئك الذين يريدون ان يشتغلون في اطار القانون. فهاد الناس هادو ما عليهم الا انهم يقوموا باصدار يعني السجل التجاري الخاص بهذه العمليه هذه. قرار سلطات وهران جاء بعد الانتشار الكبير للنفايات في الشوارع، في خطوات ستعيد للباهيه بهاءها على ان يتم تعميم القرار في باقي الولايات من اجل القضاء على هذه الظاهره التي أضرت بالإنسان والبيئة.